هذا بيأثر. فالشخص أهم شيء إنه يحسب السعرات المناسبة له، هذه سهل كثير قلنا كيف. والشغل الثاني يختار المصادر الغذائية المهمة اللي بيقدر ياخذ السعرات هاي منها. يعني أنا بدي بحب الخبز، باخذ السعرات الحرارية من الخبز اللي موجود بالقمح الكامل أو خبز الشوفان أو خبز الشعير، مش باخده من الطحين العادي أو الدقيق الأبيض اللي هو المكرر المخلي ولا أي شيء. ثالث شغل الرياضة، يعني أهم شيء رياضة. إذا أنتم مش مقتنعين فيها هلأ بس تكبر رح تقتنعوا فيها، لأنه الحركة والمجهود وأن الواحد يكون عنده عضلات بجسمه بيساعده كتير في عمليات الحرق. تعرف كيف لما بتكون أنت عندك شيء ساندك، يعني مثلا لما بتكون أنت لا سمح الله واحد بيمرض، الإنسان اللي عنده عضلات ووضعه وصحته منيحة وبيمرض كيف بيتعافى؟ بيتعافى بطريقة سريعة، مش مثل الشخص المنهك التعبان اللي بس بده ينحف وخلص، ولا عنده عضلات ولا عنده دهون ولا عنده شيء. لا، لازم يكون الشخص بنيته الجسمية قوية لحتى يقدر يحرق أكثر، حتى يقدر يكون صحته أحسن ومناعته أحسن. فالرياضة والمصدر للسعرات الحرارية وعدد السعرات هم أهم ثلاث شغلات تتحكم فيك قديش أنت تنزل بالوزن أو بتزيد بالوزن. تمام يا رولا، تو يعني ذكرت موضوع بالنسبة للرياضة والتمارين الرياضية. تعرفين احنا في ظل يعني كورونا وفي ظل الحظر وكل شيء مسكر، اليوم بالبيت كيف ممكن الإنسان يعمل يعني ولو تمارين خفيفة، أو كيف ممكن يتبع نظام غذائي حتى ممكن يحافظ يعني على جسمه وعلى الوزن المثالي؟ أوكي، هلأ بالبيت كل شيء صار سهل، ما قلت لك يعني أول شيء كل إشي صار متاح. يعني أي نظام غذائي، إذا بدك تكتب على جوجل أي نظام غذائي معين صحي حيطلع لك نظام غذائي صحي ونظام غذائي غير صحي وغيره. عم نحكي مش بس بحالات كورونا ولا بأي حالة، إحنا لأنه تركنا الأكل الصح ورحنا للأكل الغلط إجتنا كل المصايب، إجتنا العدوى وإجتنا الفيروسات. يعني تعرف حتى انت لما بتيجي مثلا تصاب بمرض معين بتروح تتجه للاكل الصحي، لما بتصاب بعده بتتجه للاكل الصحي. طب ما ليه من الاول انا ما بمشي بحياتي بطريقه صح وبتجه لهذا الطريق لحتى لو انصبت بعدوى يعني ما تاثر علي؟ بالبيت النظام الغذائي اللي احنا دائما السليم والصحيح والافضل هو النظام الغذائي اللي احنا بيكون ببيوتنا. شوفي ببيوتنا في البقوليات كلها باشكالها وبالوانها، صح؟ هاي غنية بالفيتامينات والأملاح والمعادن وغنية باللي هو البروتين النباتي. في عنا البقوليات طبعاً مثل شو؟ اللي هو مثل الفول، مثل الفاصوليا، مثل البازيلا، مثل الفول السوداني والفستق. في كتير أنواع من البقوليات. كل الفاصوليا بألوانها وبأشكالها يعني كمان إلها أكثر من لون، تعرف كله يعني هذا من أنواع البقوليات. الشغل الثاني موجود عنا بالبيت الحبوب بأشكالها، السمسم، حبة البركة، بذور الفتان، بذور الشيا، كل أنواع البذور كلها، بذر الشمس، بذر القرع، كل أنواع البذور، القمح، القمح اللي بيجي يعني للكربوهيدرات. الشغلة الثالثة اللي هو كيف نعمل الأكل بالبيت بطريقة صحية. يعني أنا بدروح على السوبر ماركت لقيت عندي نوع طحين أو دقيق، أخذ الدقيق الأبيض ولا أخذ الدقيق الكامل؟ في مش كتير فرق بسعر، أنا مش عارفة إذا في عندكم فرق أو لا، بس عادة بيكونش كتير فرق بالسعر. بأخذ الدقيق الكامل وبستخدمه كمصدر من مصادر الكربوهيدرات. هذا كمان هلا يمكن تقول إنه ماشي، ما هو ممكن نفس السعرات الحرارية، بس بشبع كتير، يعني ما بيخليني أجوع على طول، ما بيخليني أكل بسرعة وبنهم. الشغلة الثالثة البروتينات، قلنا البروتينات بناخدها من البقوليات، ما بدنا ناخد بروتين عشان ما يقولوا انه اللحم غالي وانه الدجاج غالي والسمك غالي، من البقوليات بناخد البروتين. كل اشي موجود بالبيت صحي، يعني فينا ناخد زيت الزيتون، فينا نستخدم الزبدة الحيوانية. اذا في حدا عنده مصادر للألبان والأجبان مثل الغنم، مثل اللي هو الحيوانات اللي بتاكل الاكل الطبيعي، يعني انه مربيه بالغابات او بالمحلات يعني بياكلوا عشب طبيعي، هذا كمان كويس. بس الحليب ومشتقاته اللي موجوده بالسوبر ماركت
هاي من فضل انه يبعد عنها، لانه حتى بالتوصيات الاخيره لازم الشخص يقلل منها لانه فيها كثير من السموم والهرمونات. فكل شيء موجود بالضبط، نظام الرياضه كل واحد على الاقل على الاقل اذا بياكل اكل صحي لازم يعمل المشي، ممكن يختار رياضة اللي هو البوش أبس بالبيت، ممكن يختار هدول في هلأ كتير أشياء يعني أدوات رياضية بسيطة ممكن الشخص يشتريها ويخليها عنده، بس أهم شيء يستخدمها. فنص ساعة رياضة باليوم مع أكل صحي متوازن رح يقلل احتياجه للأكل الكتير، رح يزيد الشبع عنده، رح تقل السعرات الحرارية، ورح ينتظمه هرموناته، ورح ينقص الوزن تمام. مع رياضة. بالنسبة لل تمام أنا سمعت، سمعيني؟ أنا سامعتك. سمعيني واضح؟ تمام. سمعيني؟ سامعك. أنا سامعك، مش عارف إذا أنت سامع. تمام، بس نتحدث عن الأملاح وزيادة الأملاح وتأثيراتها على الجسم. العضو المسؤول عن إخراج الأملاح من الجسم هو الكلى، ولكن كمان الجلد من الأعضاء الكبيرة بجسمنا اللي كمان مسؤول عن إخراج بعض الأملاح اللي عن طريق التعرق أو عن طريق العرق اللي بصير على الجلد. فدائما لما بيكون الدنيا حار ليش معظم الناس بتحس بأنه عنده أملاح بالصيف؟ لأنه بيصير في يعني ما بيشربوا كمية مي كافية، وهي مشكلة تانية لأنه الشخص لازم يحسب كمية الماء اللي بيحتاجه جسمه، يعني من فصل لفصل بتختلف ومن عمر لعمر بتختلف. تمام. فما بيشربوا كمية الماء كافية وبصير عندهم زيادة بالأملاح، ومن أنواع الأملاح اللي بتكون زيادة كمان مرات اللي هو يوريك أسيد، لأنه بيكون في مشكلة معينة بالنظام الغذائي اليومي اللي هو بيكون مثلا الأكل مش مظبوط، فيه نسبة دهون عالية ونسبة أملاح عالية وبروتينات عالية، وبيكون في مشكلة بالكبد يعني بالكلى. فأهم شيء لما بيكون شخص عنده زيادة أملاح يعرف شو هو الملح اللي زايد بالضبط وشو سبب الزيادة. ممكن تكون عدوى، ممكن تكون مثلا أكل غلط، ممكن تكون عدم شرب مي كفاية، ممكن يكون دواء معين هو اللي سبب له الأملاح ارتفعت عنده. فلازم أول شيء نعرف السبب. ثاني شغلة بس نعرف السبب سهل جدا معالجته، مهم يكون السبب يعني أكيد إنه هو السبب معين لحتى نقدر نعالجه. بس عادةً أي شخص بحس بألم بالخواصر أو زيادة أملاح بدي أنوه لنقطة مهمة جداً متعرف عليها دائماً، إنه الشخص بس يكون عنده أملاح بيشرب كمية مي كبيرة لحتى إنه يخفف الأملاح، صح؟ المشكلة إنه الأملاح في أولها منيح نشرب مي لحتى اللي هو نعادل، ولكن اذا الاملاح سببت نوع من انواع الانسكشن او الاصابه للكلى بيشرب مي كثير هو هيك عم بيشرب الكلى بزياده يعني عم بيرتفع. دائما الشخص قبل ما ياخذ قرار هو من حاله لازم يعرف السبب، هل زياده الاملاح من قله المي ولا من الم او عدوى بالكلى، عشان ما يجهد الكلى زياده عن اللزوم وما يتعب حاله. ما بقدر بعدين بنشوف شو هو السبب وبنقرر مع الطبيب طبعا شو النظام الغذائي المناسب لهذا الشخص. تمام. سمعيني يا رولا؟ انا سمعك. تمام. الموضوع الاخير وباختصار خنتحدث عن موضوع التعرق يعني اثناء التمارين الرياضيه، ايجابي ولا سلبي؟ كثير يفكر بانه انا اذا من راح اتعرق بتعرق راح اخسر الوزن. شوف هو احكي لك شغله لحتى الناس تعرف يعني انه العرق الزياده هو عباره عن فعلا دليل على مجهود معين، بس مش العرق الكثير كثير. ليش؟ لانه هو اصلا دهون لما بتتكسر بالجسم بتطلع من الجسم عن طريق النفس، يعني بتطلع عن طريق ثاني اكسيد الكربون بيتكسر بصير عمليات الطاقه، مش راح اقعد اشرحها هلا لانه كثير صعب، بس بصير عمليه تحليل الطاقه. اخر شيء بيطلع اللي هو مي ثاني اكسيد الكربون، ثاني اكسيد الكربون بيطلع من النفس، المي بيطلع من العرق. ولكن مش معناتها انه انا اجهد نفسي لدرجه كثير كبيره، لا، العضل عشان يتكون
ما بيعتمد على قد ايه انا بتعرق، بيعتمد على قد ايش قدره العضل على المقاومه وقد ايش انه انا عم بجهد العضل. مره ثانيه بسبب انقطاع النت بدكم تعذرونا القسم الاخير وراح نكمله، وسامحونا اذا يعني ضوجناكم شويه، بس انتم تعرفون مشكله النت بالعراق، وعلى انه تنضم لنا ضيفتنا مره اخرى. تمام. يا مساء الخير مرة ثانية. أهلا وسهلا. أهلا أهلا. بدك تسامحينا لأنه مشكلة النت بالعراق مو بس مشكلة النت، حتى مشكلة الكهرباء. والله أنا من جوات قلبي يعني أي حدا من العراق رح سامحه، مش بس أنت، فيعني على راسي أهل العراق كلهم، قد إيه بحبكم كلكم والله. على طار العراق، ولا مرة زار العراق؟ للأسف لا والله، من جد، مع إنه تعرف شغلة أنا أكثر شغلة حابة، يعني حابة هيك من جوات قلبي أعملها، إنه أشوف أزور بغداد، لأنه هالشيء هيك إنه إحنا صغار متعلق بتاريخنا يعني وبحياتنا، فهي شغلة من الشغلات اللي بتمنى أعملها إن شاء الله. والله يا ستي إذا جيت لبغداد إحنا ما راح نلتقي، لأنه بغداد عن البصرة 600 كيلو، فإذا جيت للبصرة تنورينا، وإذا ما جيتي يعني هم اجي من البصرة لبغداد. تسلم كلك ذوق. فدوى، خلينا نتكلم عن القسم الأخير قبل لا ينقطع البث. كنا نتحدث عن زيادة التعرق أثناء التمارين الرياضية. برأيك إن هذا الموضوع سلبي أم إيجابي؟ لا، ما في أحكي إذا هو سلبي أو إيجابي، هو بيختلف من شخص لشخص. إذا هالتعرق سببه يعني مجهود عضلي وما يكون الشخص عم يجهد العضل زيادة عن اللزوم وما يكون عم بيعرق، يعني من النوع اللي أصلاً هو في ناس أصلاً من النوع اللي بيعرقوا كثير، وفي ناس اللي يعني كمية التعرق تبعتهم خفيفة، فإحنا ما بنقيس يعني كفاءة التمرين بالتعرق، إحنا بنقيس كفاءة التمرين بقديه صار في إجهاد للعضل. إذا العضل أجهد ووصل لمرحلة إن هو يعني العضلة منهارة، فهي هيك بتبني أكثر، بتبني أسرع، خاصة إذا كان نظام غذائي صحيح بعد التمرين، ولكن التعرق سواء كان زيادة أو ناقص ما بيأثر كثير، هو بيفرق من شخص لشخص أنا بتهيألي. تمام. سمعيني؟ بس كمان أنا كنت أحكي عن شغلة مهمة، العرق كمان هو نوع من أنواع المؤشرات إنه الجسم عم يحرق، لأنه زي ما قلت لك احتراق الدهون بيطلع شكل طريقتين، بيطلع شكل تنفس ثاني أكسيد الكربون وبيطلع على شكل مي، فهو ممكن يأثر ولكن مش هو الدليل إنه يعني أنا عم بعمل مجهود كبير، ولكن إذا صار مجهود بدون ما يكون في تعرق نهائياً برضه هذا لا يعد مجهود كبير، يعني يعد مجهود دلع، يعني هيك انه مش هالشيء اللي بشد يعني. نعم. مما يعني في بعض الامور الخاطئه يتخذها الانسان انه كل ما يعصب عنده فد شيء يعني نقول فشخل غبي. ربما البعض الاخر اذا عصب ياكل، ومن ياكل بطريقه جنونيه جدا، وبالتالي سبب زياده الوزن. هذه الطريقه هو متعود عليها، فكيف ممكن احنا نعالج هذه الطريقه بطريقة أفضل حتى لا تسبب له زيادة السمنة؟ صحيح. هلأ هذه نوع من أنماط الحياة اللي إحنا دايماً اسمه emotional eating، يعني دايماً الشخص بدون ما يحس لما بيكون متضايق، هو نوع من أنواع الميكانيزمات اللي العقل بيحاول يهرب منها من الضغط، فبروح بيحول هذا التفكير لتفكير ثاني بيريح الشخص، يعني لحد لهيك احنا بنحس لما الواحد بياكل بحس بنوع من انواع الراحه، مرتاح شوي، انه تفشش بشيء زي ما بنقول، بس هو فعليا هو كثير من الناس بيعانوا من هاي المشكله. احنا الحل مبدئيا انه نغير كل النمط هذا وما ناكل بوقت، نحاول نعمل كنترول وما ناكل، بس هذا ما بيقدر الواحد يعني يحصل عليه بيوم وليله، لازم شوي شوي. لهيك احنا شو بنقول؟ انه اول شغله الواحد شو بيعملها؟ بده ياكل، يشرب، مش ياكل، يعني